السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي برنامج مدرسة على الهوى. أعزائي الطلاب، النهاردة بإذن الله هنكمل محاضراتنا وهنخلص امتحان الجمهورية لسنة 2016-2017. ده طبعا فيه إفادة لكتير من أعزائي الطلاب، أتمنى أنكم تتابعوا المحاضرة دي والمحاضرات اللي فاتت كمان، بحيث ان لو اي سؤال وقف في الامتحان معاكم تقدروا تشوفوا اجابته معانا. احنا قلنا امتحان السنة اللي فاتت امتحان لذيذ بيطمن ما بيخوفش، والهدف من حله طبعا ان انا اوريك ازاي امتحان السنة اللي فاتت، اعلمك طريقة الحل فيه، اعلمك ازاي تعرف تعدي الامتحان بدرجة كويسة، ايه هي اهم النقاط اللي انت لازم تكتبها واللي لازم ما تعملهاش. وفي نفس الوقت بطمنك ان الامتحانات بتاعت الفيزياء لذيذة جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع الصعوبة، وان باذن الله يعني المادة اللي احنا كنا على طول بنخاف منها ان سهل ان انا اقفلها واجيب فيها درجة كويسة. احنا وصلنا لشوط مهم جدا في الامتحان ده، تقريبا خلصنا تلتين الامتحان، النهاردة هنخلص اخر جزء فيه. اخر جزء هو سؤال 33، بيقول لي What's mean by Faraday's law؟ ايه هو Faraday's law؟ من الحاجات الجميلة في الفيزياء جدا ان انت من القانون تقدر تستنتج التعريف. دي حاجة بتميز الفيزياء عن اي مادة تانية في الدنيا. انا هديك قانون، من القانون تقدر تجيب لي التعريف وتقدر تستنتج اليونتس وتقدر تستنتج حاجات كتير. طب يا ترى ايه هو شكل قانون فاراداي؟ فاراديز بيقول لي EMF equal N delta phi على delta T. ده شكل قانون فاراداي. طب لو انا عايز اعرفه هقول ايه؟ هقول من قانون the induced EMF generated in a coil مالها work او is direct relation، بتبقى direct relation with one its number of turns، تبقى direct relation مع number of turns and direct relation also with rate change of magnetic flux cut باي ذا كويل. يبقى هي بتبقى دايركت ريليشن مع حاجتين، مع النمبر اوف تيرنس اوف ذا كويل اند وذ ذا ريتد تشينج اوف ذا ماجنتيك فلكس ويتش از كات باي ذا ايه كويل، وده فاراديز لو. تعالى نمسك سؤال 34 او سؤال 43. سؤال 43 عباره عن دايجرام. دايجرام عباره عن باتري، الباتري دي متوصله بفور الكتريك بالبس اكس 3 اكس 4 اكس 1 و اكس 2 بالشكل ده. بيقول لي in the electric circuit as shown in the figure all the bulbs are glowing، كل اللمبات منورة. If the bulb x1 has gone off the bulbs that still glowing are، طبعا الكهرباء هتيجي تمشي هنا، لو افترضنا ان دي باظت هتيجي تمشي هنا، مش هتعرف تمشي لفوق عشان فوق بيبقى فيه كات او اوبن سيركت، فهتمشي هنا، فبالتالي اللمبه دي هتعمل جلوينج وهيمشي كده 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 الكهرباء لغايه ما تيجي عند اللمبه دي وتعمل ايه جلوينج هي الثانيه وهكذا، لكن مش هيبقى فيه حاجه بتمشي في الفرع فوق لان حصل فيه كاتنج، يعني حصل فيه قطع. فنقدر نقول هي التو لامبس لامبس x4 and x3، وكده نبقى حليناها. سؤال 35، سؤال مهم جدا. problems سؤال 35 عبارة عن A و B، لا تختار A لا تختار B، وسواء اخترت ده او ده هي مسألتين سهلين جدا جدا. سؤال A بيقول لي a step up a step down transformer، اكتب معايا كده الجيفنز وتعالى نشوف هنحلها ازاي. بيقول لي step down transformer has efficiency of 75%، يبقى انا هقول له الافيشنسي
75%. ادي اول حاجه معايا. And the ratio of turns of its coil is 1 to 4. وده step up يا step down. يعني the number of turns of the secondary less than the number of the turns of the primary. فلما يقول لي ان الريشيو ما بين التيرنس 1 تو 4 يبقى ان برايمري بتساوي 4 وان سكندري بتساوي ايه 1. كونكتد تو اي سي سبلاي اوف 120 فولت. يعني ممكن اقول ده الفي اللي متوصل بالبرايمري كويل. كالكوليت ذا الكتروموتيف فورس جنريتد ان ذا سكندري كويل. يعني عايز الفي سكندري. كلام ممتاز وسهل جدا. نكتب القانون. القانون بيقول لي ايه؟ الافشنسي بتساوي في سكندري تايمز ان برايمري على في برايمري في ان سكندري في 100. هنعوض طبعا فهنقول 75. ممكن اجيب ال 100 هناك. يعني 75 اوفر 100 بتساوي في سكندري اللي انا عايز اجيبها في 4 مقسوم على ان سكندري اللي هو ب 1 في الفي برايمري اللي هو ب 120. انا ممكن اقول الفي سكندري في الاخر بتساوي كروس هيبقى 75 تايمز 120 تايمز 1 اللي هو ملوش اي لازمه ديفايدد 4 تايمز 100. واشوف طبعا القيمه هتطلع عندي بكام وابتدي احسبها. اعتقد ان ده سؤال سهل جدا ما فيهوش اي مشكله ما فيهوش اي حاجه تقريبا. وكده احنا نقدر نحسب الفي سكندري بشكل سهل وبسيط. ده كده اول نقطه في سؤالنا. مساله بسيطه جدا دايركت سولفد يعني حلها مباشر جدا. تاني مساله ألذ واسهل منها بتتكلم على الداينامو. انا عن نفسي بحب بقوانين ومسائل الداينامو لان مهما المساله حاولت تلعب معايا فانا محطوط في قالب معين من القوانين ما ينفعش يخرج عنه. فبالتالي سواء الترانسفورمر سواء الداينامو سواء الميتشوال اندكشن او السيلف اندكشن شابتر 4 لو انت حافظ القوانين اللي فيه ثق انك تقدر تدخل في اي مساله تحلها. مفيش مساله باذن الله تقدر تقف قصادك. فبالتالي احنا بنحب مسائل شابتر 3. النظري فيه ممكن يكون طويل وصعب لكن مسائله بقول ان هي دي مضمونه. يعني شفت مسائله لازم احلها واقفلها. تاني مسألة بتتكلم عن rectangular coil طبعا of dynamo made of 100 turns. يبقى number of turns كام؟ 100. هذا cross sectional area 0.06 متر سكوير. مش محتاج تحويل طبعا هي كده تعتبر كاملة. rotates with a frequency of 50 هرتز in a uniform magnetic field of magnetic flux density 0.1 تسلا. بيدور في magnetic flux density of 0.1 تسلا. يا ترى هو عايز ايه؟ عايز ال average EMF in a quarter cycle. خد بالك ال average EMF in a quarter ايه؟ cycle. اقول لك سهلة جدا. خد بالك ان في اربعة average. خلينا نركز على اهم ثلاثة منهم. الافريج سواء كان في نص سايكل او في ربع سايكل بجيبه بطريقتين. ايه هما الطريقتين؟ اول طريقة فور نباف. فور في الان في البي في الاي في الفريكوانسي. والحمد لله الاربعة معايا مفيش اي مشاكل. او لو معايا الماكسيمم هيبقى تو على الباي في الاي ام اف ماكس. يبقى في طريقتين بقدر احسب بيها الاي ام اف افريج في نص او في ربع لفة. طب لو بتكلم على 1 سايكل ساعتها اقول 0 فولت. هو عايز الافريج في ربع لفة طبعا فانا هبتدي اضرب له ال 4 في 100 بقت 400 في 0.1 بقت 40 في الاريا 0.06 في 50 هرتز واشوف بقى يطلع كام. مش مشكلة عندي انا كده كده القانون معايا كل حاجة معايا. يبقى انا تقريبا حلتها بشكل سهل وسلس ما فيهاش اي فكره خالص. القانون ده كتير من اعزائي الطلاب بينسوه ان الافريج ممكن تساوي الماكسيمم مضروبه في 2 مقسومه على الايه؟ على الباي. ما ننساش الحته دي ان الافريج ليها قانون تاني بنجيبها منه مرتبط بالماكسيمم على طول.
ما ننساش الحتة دي عشان حتة مهمة جدا أعزائي الطلاب. طب احنا كده خلصنا سؤال 35 ونكاد نقترب من نهاية الامتحان، يعني فاضل لنا 10 أسئلة. سؤال 36 بيقول لي compare between the laser ray and X-ray according to the coherency of the emitted photons. عايزني أقارن ما بين الليزر والإكس راي حسب الإيه؟ حسب الـ coherence of the emitted photons. هقول له بالنسبة للليزر معروف إن الليزر ليه أربع صفات: monochromatic, collimated, coherence and high intensity. فمن حيث الـ coherency هنقول طبعًا the photons of the laser are coherent. يعني are coherent؟ يعني this means that they have the same phase, same direction, emitted at the same time. بيتحركوا في نفس الاتجاه، ليهم نفس الفيز، ما فيش حد سابق حد، بيطلعوا في نفس اللحظة. أما الإكس رايز لا، they are not monochrome, they are not coherent photons. هما they don't have the same phase angle, they don't emitted in the same direction. ولازم نعرف إن في نوعين من الإكس راي: characteristic أو continuous واللاين إكس راي، لكن الاتنين ما بيبقوش coherent، يعني ما بيطلعوش بنفس الوقت في نفس الاتجاه. يبقى ممكن اقول الليزر فوتونز ار كوهيرنت، اما الاكس راي فوتونز ار نوت كوهيرنت. سؤال 38 بيقول لي كومبير او تشوز بتوين اي اند بي، والسؤال بيتكلم عن رايتنج ذا ساينتفك كونسبت. ذا ساينتفك تيرم عادي، يعني ما نتخضش من شكل السؤال. رايتنج ذا رايت ذا ساينتفك تيرم، هي رايت ذا ساينتفك كونسبت. The container and the active catalyst for amplification in the laser. It is the container and the active catalyst for amplification in the laser. طبعا ده resonant cavity، هو ده اللي مسؤول عن عملية الامبليفيكيشن in the laser. P a parallel laser beam that interferes with information bearing rays with reflected which are reflected from the object in holography. مين هما ال parallel laser beam that interference with the reflected beam from the object on the holography؟ ده اسمه reference beam. سؤال 39 بيقول لي explain the rule of inertia force in operation of the electric motor. يا ترى ايه هو دور الانيرشيا في الالكتريك موتور؟ هقول لك ده سهل جدا ومهم جدا. الانيرشيا فورس، احنا عارفين طبعا ان الموتور ده بيعتمد على فكرة الماجنتيك تورك. فلما الكويل يكون بارلل للماجنتيك فيلد التورك ماكسيمم، لكن مع الوقت بيبتدي التورك يقل لغاية البربنديكولار بيبقى التورك بزيرو. طب يا ترى ليه الموتور بيلف؟ بسبب الانيرشيا فورس، ان هو خد تورك جامد فما ينفعش يقف، لازم يكمل دوران. يبقى الانيرشيا فورس مهمة جدا because it help in the moving of the coil of the electric motor in the perpendicular position when the magnetic torque equal zero. فهي بتساعد في continuity of rotating of the coil of the motor when the electric torque equal zero. 40 mention one result of. عايزني اكتب ايه اللي هينتج منه. 1 increasing the voltage between the anode and the cathode in the electric microscope. مهم جدا السؤال ده، يا ترى ايه اللي هيحصل لو انا زودت الفولتج ما بين الكاسود والانود؟ احنا عارفين طبعا ان انا بيبقى عندي كاسود وبيبقى الناحية التانية فيه انود وبيبقى فيه بوتنشال ديفرنس ما بينهم، ده اللي بيخلي الالكترونز يتحركوا ما بين الكاسود والانود، البوتنشال ديفرنس ده. طب ايه اللي يحصل لو انا زودت الفولتج ده؟ لو انا زودت البوتنشال ديفرنس حسب الرول هيزيد الكاينتيك انرجي. اول حاجه هيحصل ايه؟ increasing the velocity and the kinetic energy of the electron beam. هتزيد الكاينتيك انرجي والفيلوستي بتاعت الالكترون بيم. ادي واحد، هسكت عند كده. هقول لك لا، الالكترونيك مايكروسكوب works on the Brownian equation ان الويف لينث ايكوال اتش في اللينير مومنتم يعني اتش في. فطالما السرعه زادت الويف لينث اوف ذا الكترون بيم ديكريزس،
هيقل الويف لينث بتاعت الويف المصاحبه للالكترون بيم، فبالتالي هيزود الريسولفينج باور، يعني هيخليه يقدر يصور اجسام الويف لينث بتاعها اقل. وكده احنا خلصنا بوينت A in question 40. بوينت B: stopping the action of the electric and magnetic field in the cathode tube in the electron beam basis. يعني انا طبعا تعالوا نرسم، طالما جبنا سيرتها تعالوا نرسم الكاثود ري تيوب. كاثود ري تيوب اعزائي الطلاب بتتكون من تيوب بالشكل ده، والتيوب دي بتنتهي بفلوريسنت سكرين كده. رسمتها مهم جدا، كتير بيجي يسألني فيها. اول رسمة بيبقى عندي الكاثود، وعندي حاجة هنا اسمها جريد، ويبقى عندي الناحية التانية الانود. الكاثود ده بيبقى طبعا جواه فيلمنت، والانود بيبقى متوصل باكسترنال باتري وبيبقى بوزيتيف طبعا، والانود بيبقى نيجاتيف. يبقى انا عندي الكاثود والانود وفي النص الجريد او الشبكة. التلاتة دول بنسميهم مع بعض الكترون جن. فاللي بيحصل ان انا طبعا الالكترونز بيحصل لها او الكاثود بيحصل له هيتنج بسبب الفيلمنت، فيبتدي يعمل اميتنج الكترونز، يبتدي يطلع الكترونز. الالكترونز دي بتعدي من الجريد اللي بيتحكم الانتنسيتي اوف ذا اميتد الكترون، وتروح للانود بسبب البوتنشال ديفرنس، وتكمل طريقها في خط مستقيم كده لغايه ما تخبط في الفلوريسنت سكرين، فتبتدي تفقد الانرجي بتاعتها على شكل ايه؟ لايت او على شكل فوتون. لغايه هنا سهله. الصعب بقى ان احنا لازم نحط لها الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، اللي هي اكس وواي بليت اللي بنقول عليها الراستر. الراستر اللي هو الاكس، الاكس والواي بليتس، طبعا بيبقى الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، وبيبقى فيه بليتس كمان في الوضع الهوريزونتلي. فايدتهم ان هما بيعملوا ديفيجن للالكترون، بيخلوا الالكترون يعني هو نيجاتيف لقى بوزيتيف فوق، فيبتدي يتحرك لفوق كده فيخبط في الشاشه كلها، ما يسيبش حته في الشاشه مش منوره. يبقى ايه فايده الراستر ده؟ ان هو بيعمل ديفيجن اوف ذا الكترون تو سويب ذا سكرين، بيبتدي يحرك الالكترونز عشان يمسحوا لي الشاشه كلها. يبقى ما فيش نقطه في الفلوريسنت سكرين دي مش ايه؟ مش هيخبط فيها الالكترونز ومش هتطلع ضوء. فده فايده البوزيتيف اند او الاكس اند واي بليتس. هنا بقى بيقول لي ايه اللي يحصل لو stopping the action of the electric field and magnetic field in the cathode ray tube. لو تخيلنا ان الكاثودري تيوب شلنا منها الاكس اند واي بليتس، ما بقاش فيه الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد في النص، اللي هيحصل بشكل بسيط وشكل سهل جدا، ان اللي هيحصل عندي ان الالكترون will move in a straight line and will light the middle point in the screen، هينوروا النقطة اللي في نص الشاشة بس. and you want to sweep the screen، مش هيمسحوا الشاشة ولا هيحصل لهم deviation، فالشاشة مش هتنور، الجزء اللي في النص بس اللي ايه؟ هينور. في سؤال مهم جدا برضو، ليه الكاثود ري تيوب؟ اولا تعالوا نتكلم عن حاجات بسيطة جدا كده مع بعضنا. اول حاجة الكاثود ري تيوب، الكاثود ري تيوب اول حاجة ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ ايه هي استخدامها؟ الكاثود ري تيوب used in the monitors of televisions and computers. ادي واحد. اتنين، what is the scientific idea؟ it depends on the thermoionic effect emission of electron by using the thermal energy. لازم الكاثود ري تيوب، ساعات بيسألني ليه لازم تكون under low air pressure او تكون vacuumed؟ ليه لازم ضغط الهواء اللي فيها يكون قليل، يعني ما فيهاش هواء كتير، او تكون vacuumed مفرغة؟ يا ترى ليه؟
لازم تكون فاكيوم او مفرغة عشان حاجة واحدة بس. ايه هي؟ ان الاير هاز لو ريزيستنس، هاز هاي ريزيستنس، فلا يمكن الالكترونز يعرفوا يمشوا في الاير، فلازم تكون التيوب دي عندها لو اير بريشر، ما فيهاش هواء، بحيث ان الالكترون كان موفز ثرو ذا تيوب، فبالتالي از ذا اير هاز هاي ريزيستنس. طب 41 تشوز، بيقول لي ذا جراف ريبريزنت كرنت جنريتد باي ا دينامو كونتينج نمبر اوف كويل ويز ايكوال سمول انجلز بتوين ذير بلينز. كلام جميل، تعالوا نرسم كده الكرنت وعايز نختار. هرسم لكم الاربع جرافات ونقرا السؤال ونشوف هتختاروا انهي واحده. ادي اول جريف، تاني جريف، تاني جريف اللي هو عامل كده، تالت جريف، وهنحاول نفتكر كل جريف من دول خاص بيه. رابع جريف، وذا تايم، رابع جريف عامل كده. بيقول لك which of these four graphs، مين يا ترى من الجراف دي represent the relation between the current intensity generated from the dynamo coil that contains a large number of coils with equal angle between their planes. سؤال مهم جدا. اولا الرسمه اللي فوق دي اسمها يوني دايركشنال كارنت، يوني دايركشنال كارنت. يعني ايه يوني دايركشنال كارنت؟ يعني كارنت في حاله ان انا وصلت كوميتيتور بالداينامو، فبالتالي الرسمة دي لا، دي الرسمة دي غلط. الرسمة دي بتحصل في حالة ان انا وصلت كوميوتيتور بالاي سي داينامو حولته ليوني دايركشنال كارنت، يعني عملت ريكتيفيكيشن. تاني حاجة الرسمة دي بتاعت اي سي كارنت عادي من غير ما اعمل اي تغيير فيه، لا حطيت له كوميوتيتور ولا زودت عدد اللفات. اخر رسمة دي اسمها هاف ريكتيفيكيشن، دي لما بوصل الترانزستور بالدايود بيعدي نص السايكل والنص التاني ما يعديهاش، وهكذا عدى النص والنص ما يعدوش، عدي النص والنص ما يعدوش، وهكذا. يبقى ما فضلتش غير الرسمه دي فعلا، وزي ما احنا شايفين هو في ميني كويلز اهو بيقطعوا بعض، يبقى هي الرسمه الاخيره دي هي الايه الاجابه الصحيحه. يبقى ده ريكتيفيكيشن باي يوزنج كوميتيتور، ودي هاف ريكتيفيكيشن باي يوزنج دايود، وده اي سي سورس عادي، وده by using large number of coils. 42 illustrate by the vector diagram the phase difference between the voltage and the current intensity in AC circuit contains inductive coil with neglectable أو neglecting the ohmic resistance. يعني دي دايرة عادية ال circuit فيها coil متوصل بإي سي سورس بالشكل ده، عايز يعمل فيكتور دايجرام للفولتج والكارنت في حالة ان هي كانت اكس ال والريزيستنس بتاعت الكويل زيرو. احنا نعتبر ان الكويل ده والزيرو اوميك ريزيستنس، سهلة جدا. هيبقى الدايجرام طبعا للفولتج سابق الكارنت بانجل كام؟ بانجل 90 degree. يبقى هو ده الفيكتور دايجرام اللي بيتكلم عليه. طب ما تعالوا نرسم نفس الفيكتور دايجرام بس لو كان الكويل ده ليه ريزيستور، تعالوا نرسمها. لو انا بتخيل ان الكويل ده ما هو زيرو ريزيستور، لا ده ليه ريزيستور كده، تبقى ار سي سيركت، ار ال سيركت، يبقى في ار واكس. احنا عارفين لو افترضنا ان ده الكرنت ان الفي ار بتبقى ماشية معايا. The voltage across the resistor have the same phase as the current. وال VL سابقاه ب 90.
فانا هبتدي اجيب ال V total اللي هي ما بين ال VR وال VL، هلاقيها جايه كده. فالجراف هيترسم كده ان الفولتج سابق الكرنت بس مش بزاويه 90، يعني هرسم الفولتج توتال مع الكرنت كده. هقول ان الفولتج ليدز ذا كرنت باي ثيتا. الثيتا دي ممكن احسبها، او الثيتا دي ممكن احسبها باي مساله بالقوانين طبعا، ان احنا عارفين تان ثيتا بتساوي اكس ال ماينس اكس سي على الار، واعمل شيفت تاني وابتدي احلها. تمام اعزائي الطلاب، وكده نبقى احنا حلينا مساله 42 ولسه معانا مسائل كتير. فاضل لنا 3 مسائل ونكون الحمد لله خلصنا امتحان السنه اللي فاتت. تعالوا نشوف المساله رقم 43. الحمد لله قربنا، فاضل لنا مسالتين. مساله 43 عباره عن دايجرام مرسوم قصادي، تعالوا نشوفها. دايجرام ده عباره عن ريزيستور وكاباستور متوصلين بإي سي سورس، وبيقول لي ان ده سي وده ار، والفولتج هنا بيساوي 12 فولت، والفولتج هنا بيساوي 20 فولت، والكرنت هنا بيساوي 2 امبير. فانا معايا ايه؟ معايا ال في سي بتساوي 12 فولت، ومعايا في توتال بتساوي 20 فولت، ومعايا اي توتال بتساوي 2 امبير. عايز الفاليو اوف ذا اوميك ريزيستنس، هات لي الار. هقول لك سؤال سهل وجميل جدا، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن استخدم قانون التوتال فولتج، الفي سكوير بتساوي الفي ار سكوير بلس الفي سي سكوير. فبالتالي ممكن اقول ان الفي ار ايكوال بايثاغوراس برضو في سكوير ناقص الفي سي سكوير، يعني هتساوي كام؟ الفي سكوير اللي هي 20 سكوير ماينس 12 سكوير، يعني هتساوي 400 ماينس، هتساوي روت 400 ماينس 144. يا ترى دي هيديني كام؟ 4 ماينس 0 ب 6، يبقى انا هنقص. يبقى انا دلوقتي زي ما بنقول هبتدي هنقص 400، هنقص منها 144، هيبقى 400 ماينس 4 هيبقى 4 ماينس 10. هنبتدي نبص نلاقي 6 هنا، طبعا هتطلع لنا 6، وهكذا هنقصها لغايه ما اجيب قيمه الفولتج اللي موجوده ايه عندي. طب انا نفترض ان انا جبت قيمه الايه فولتج اللي موجود عندي، يعني انا معايا كده الفي ار، عايزك تجيب لي بقى الار. هقول لك ما انا لو جبت الفي ار والاي كونستانت لانه ماشي سيريس، خلاص انا مش محتاج اي حاجه تانية، هتبقى الار هتساوي الفي ار مقسومه على الاي. انا كده كده مش هبقى محتاج اي حاجه موجوده عندي تاني، هبقى تقريبا انا ايه خلصتها، مفيش اي ايه حاجة موجودة عندي تاني. فيها اي مشاكل لغاية دلوقتي؟ شايف انها مسألة لذيذة، هتبقى تقريبا 356، او معلش 256، واخد ال 256 تحت الروت وابتدي احط اللي هيطلع ال VR عندي فوق بالشكل ده. فيها اي مشاكل؟ تمام، اعتقد انها مسألة سهلة مفيهاش تعب مفيهاش اي حاجه، بس بتعتمد على ان دماغك تكون حاضره ازاي اقدر احلها بشكل بسيط وسريع. في كتير من اعزائي الطلاب هيبتدي يدوخ ويجيب الزد ويروح يجيب ويجيب الاكس سي، هيجيب الاكس ال او الاكس سي من الزد ويرجع يجيب الار، هقول له برده صح، انت استخدمت خطوات اكتر ووصلت لنفس النتيجه، فبالتالي برده ما فيهاش اي مشاكل. سواء مشيت بالشكل ده او مشيت بالشكل ده، فالاثنين ودوا لنفس النتيجه، مفيش اي مشاكل خالص. 44 what is the rule of the inductive coil in the fluorescent lamp. احنا عارفين ان الفلوريسنت لامب بتعتمد على السيلف اندكشن فينومينا، ممتاز جدا. طب دور الكويل اللي موجود جوه الفلوريسنت لامب ايه؟ قلنا ان هو بيعمل discharge of its magnetic field،
inside the tube of the fluorescent lamp. فبيعمل ionization للانرت جاز اللي موجود جوه التيوب. فالاتومز بتاعته تحصل لها اكزيتيشن وتبتدي تعمل كوليجن with the tube او the cylinder of the tube او the glass tube. والجلاس تيوب ده بيبقى is polished with fluorescent material، مدهون بماده فسفوريه او ماده اللي هي ايه بتطلع ضوء لما تاخد انرجي. فلما الانرت جاز ده اتومز او الاكزايتد اتومز او الايونايزد اتومز اوف ذا انرت جاز كولويد وذ ذا فلوريسنت ماتيريال كفر ذا جلاس تيوب، هتبتدي لوز ذا انرجي ان فورم اوف لايت، تبتدي تطلع ايه ضوء. يبقى هو بيعمل اكزايتيشن، بيطلع ماجنتيك انرجي، تعمل اكزايتيشن لل او ايونايزيشن للانرت جاز، الانرت جاز ياخد الانرجي ويعمل كوليجن وذ ذا فلوريسنت ماتيريال، الفلوريسنت ماتيريال تبتدي تفقد الانرجي دي على شكل ايه؟ ضوء. اعزائي الطلاب، مساله رقم 45، ونقول الحمد لله خلصنا امتحان السنه اللي فاتت. بيقول لي ان اوم ميتر هو هاز ا ريزيستنس اوف 3750 اوم. ذا ماكسيمم كارنت كان بي باسد ثرو ات از 400 مايكرو امبير. Calculate the value of external resistance that make its pointer deflect to half its scale. السؤال ده انا بعشقه جدا. مسائل الاوم ميتر هي مسائل في ايه؟ في اومز لو. يعني ما هياش صعب. بس ليها طريقتين للحل. طريقة باستخدام القوانين وطريقة بسيطة جدا. تعالوا نستخدمها بالطريقة العادية والطريقة البسيطة بحيث اللي بيحل كده يبقى فهم واللي بيحل بالطريقة التانية فهم. تعالوا نقسم الصفحة ما بيننا. النورمال ميثود والطريقه العاديه. بيقول لي اوم ميتر هو السيركت هاز ريزيستنس 3750، يبقى دي الريزيستنس اوف ذا ديفايس. كان هولد ا ماكسيمم كارنت اوف 400 مايكرو امبير، يعني اي جي بتخليه يقيس 400 مايكرو امبير. عايز الار اكس اللي لو انا ضفتها تخلي السكيل بتاعه يقرا النص، نص السكيل. يبقى find the external resistance if it is connected to its coil او connected to the ohmmeter makes its reading half ال scale. كلام جميل جدا. طب يلا نشوفها مع بعض كده اعزائي الطلاب. الطريقه العاديه بقول ان الفولتج في الحالتين ثابت، قبل ما اوصل الار اكس وبعد ما وصلت الار اكس. فبقول ان اي جي في الار دي لازم تساوي الاي الجديده مضروبه في الار دي زائد الار اكس، وبالشكل ده هروح اجيب الار اي اكس. فاقول ان الاي جي 400 مايكرو امبير مضروبه في 3750 بتساوي نص الكرنت ده اللي هو 200 مايكرو امبير، وخلي بالك المايكرو هيطير مع المايكرو عشان كده ما ضربتش فيه، مضروبه في براكت في 3750 زائد الار دي. وابتدي بقى عندي ايكويجن ار اكس، معلش بقى عندي ايكويجن الوحيد اللي النون فيها هو الار اكس واحلها. يبقى انا بقول له الفولتج قبل ما اوصل الار اكس هو هو الفولتج بعد ما وصلت الار اكس، عشان دايما الاوم ميتر الباتري اللي بتتوصل بيه بتبقى هذا كونستانت الكتروموتيف فورس، والاي جي ب 400 مايكرو والار دي ب 3750 3750. الاي الجديده هي نص الاي جي، يعني نص ال 400 اللي هي 200 مايكرو امبير في الار دي بلس الار اكس. بقى عندي ايكويجن قلنا فيها ار اكس، عايز الار اكس. دي الطريقه العادي. في طريقه ثانيه بيقول لي ان في قانون بيقول لي ان الاي بتساوي 1 ان بلس 1 في الاي جي. لو الاي بتساوي 1 على ان بلس 1 اي جي يبقى الار اكس بتساوي ان ار دي. طب تعالى نحل بيها. انا دلوقتي بقول ان الاي بتساوي نص الاي جي، يعني 1 على ان بلس 1 بيساوي النص. يبقى لو حليناه وعملنا كروس هلاقي ان ان بتساوي كام؟ 1 في الاخر. هلاقي ان الان ظهرت لي بتساوي ايه؟ 1 في الاخر بالشكل ده. طب انا بعد ما جبتها هقول لك كلام جميل، جبتها لي وحسبتها لي. تعالى بقى نحسب الار اكس من الخطوه رقم 2، ما هي قانونين 1 2. ار اكس بقى هتساوي ان ار دي،
يعني هتساوي 1 تايمز 3750، يبقى Rx في الآخر هتساوي كام؟ 3750 زيها زي الأوميتر العادي. سواء بالطريقة دي أو بالطريقة دي أنت هتاخد درجتك، سواء بدي أو بدي، بس أنا بفضل الطريقة التقليدية اللي علمها لنا كتاب المدرسة. عايز تشتغل كده، عايز تشتغل كده، ده حقك، بس طبعا طريقة كتاب المدرسة بالنسبة لي أنا مفضلة. وبرضو التانية بتفيدني لأنها بتختصر وقت، بالذات في مسائل التشوز. يعني دايما لو لقيت مسألة فيها تشوز فبالتالي بلجأ للطريقة الأسرع اللي هي الطريقة المختصرة. لقيت مسألة فيها خطوات وستيبس وهاخد درجات، طب ما أمشي بالخطوات العادية. وبرضو أنت حر الاختيار في ورقتك، تلجأ للطريقة دي أو للطريقة دي. أعزائي الطلاب، أقول لكم إن إحنا فعلا النهاردة كده خلصنا امتحان 2016-2017. أتمنى إن أنا أكون أفدتكم فيه، وننتقل للمرحلة اللي جاية. طب إيه هي المرحلة اللي جاية؟ إحنا قلنا هنحاول نخلص كل نماذج البوكلت اللي نزلتها الوزارة. إحنا طبعا الوزارة منزلة 3 نماذج البوكلتس ترايل إكزامز لسنة 2018. إحنا النهاردة هنحاول نخلص الترايل إكزامز بتاعت 2018 عن طريق النهاردة وعن طريق المحاضرات اللي جاية كلها. بس أنا سعدت إن أنا خلصت امتحان الوزارة، وفي حمل أنا حاسس إن هو نزل من على قلبي، وإن في إفادة جت ليكم، بحيث أي وقت تقدروا تشوفوا المسائل دي تاني عن طريق أي مصدر نت أو عن طريق اليوتيوب أو مهما يكن بقى المصدر اللي هتشتغلوا عليه. المهم ان انتوا هتحاولوا تراجعوا المسائل دي تاني، بحيث ان انتوا لو وقف معاكم مسألة هتلاقوها موجودة عندكم على النت بإذن الله. طب اعزائي الطلاب، تعالوا ننتقل لامتحان 2018. choose to answer A أو B، ده واحد من الترايل اكزامز اللي نزلتهم الوزارة. اول سؤال فيه بيقول لي choose A or B. what's meant by Faraday's law for electromagnetic induction؟ كنا قلناه ان هو بيقول لي الالكتروموتيف فورس induced in a coil is direct proportional with the number of turns of the coil and direct proportional with the rate of a change of the magnetic flux density that cut the coil او cut by the coil. فبالتالي قلنا الديفينيشن بيجي من القانون لينز رول، بيقول لي ان الالكتروموتيف induced in a coil work in a direction oppose the factor which cause it. سؤال رقم 2 برضه هو choose A and B. mention one rule for the cathode in the photoelectric cell. طب ما تعالوا نرسم الفوتوإلكتريك سيل. الفوتوإلكتريك سيل بالشكل ده، ترسمها بقى شكل السلندر، شكل الدوم او الشكل اللي انا رسمه ده مش فارقه معايا. بيبقى فيه كاثود وبيبقى فيه انود. الانود ده بيبقى زي ما احنا شايفين عباره عن ثين ميتال، والكاثود ده متوصل بالبوزيتيف والانود متوصل بالنيجاتيف، وبالتالي ده اللي بنقول عليه الكاثود. والناحيه التانية ده الانود، وقلنا ما بينهم بيبقى فيه بوتنشال ديفرنس. البوتنشال ديفرنس ده هو اللي بيخلي الالكترونز تتحرك من الكاثود للانود، يعني نقدر نقول ان هو اللي بيتحكم في الكاينتيك انرجي. فبالتالي ان في لايت بيبتدي ينزل على الكاثود، اللايت ده بيخلي الالكترونز بتاعتها تتحرر وتجري ناحيه الانود. ده شكل الفوتو الكتريك سيل. طب تعالوا نسأل أسئلة تقليدية. إيه هي الساينتفك أيديا أوف ذا فوتو إلكتريك سيل؟ تعتمد على الفوتو إلكتريك إفكت فينومينا. يبقى إيه الساينتفك أيديا بتاعها؟ فوتو إلكتريك إفكت فينومينا. أدي واحد. اتنين، إيه هي اليوز بتاعها؟ إنها بتحول اللايت إنرجي لإلكتريك إنرجي. طب إيه فايدة الكاثود؟ وده السؤال اللي مطلوب مني. قلنا الكاثود is the source of the electrons. When the light falls in the cathode it began to emit electrons. لما الضوء ينزل على الكاثود، الكاثود ده بيبتدي يطلع ايه؟
الكترونز. تاني حاجة هنلاحظ ان الانود اذا ثين انود، ليه الانود ده لازم يكون رفيع جدا؟ عشان allow the light to fall on the cathode، عشان ما يمنعش الضوء ان هو يوصل للكاثود، فبالتالي بخليه رفيع جدا بحيث ان الضوء من كل حتة يقدر يوصل للايه؟ للكاثود. ايه فايدة البوتنشال ديفرنس؟ البوتنشال ديفرنس قلنا ده gives the electrons the kinetic energy or the velocity during its motion from the cathode to the anode، هو اللي بيديها الانرجي، بيدي الالكترونز الانرجي اللي بتتحرك بيها. وكده يبقى احنا اتكلمنا على الفوتو الكتريك سيل والكاثود ري تيوب في حلقه واحده، وده شيء مهم جدا. طب فايده الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد في الكاثود ري تيوب، قلنا ان فايدتهم ان هما مسؤولين عن الديفيجن اوف ذا الكترون بيم تو سويب ذا فلوريسنت سكرين، بيوزع الالكترون بيم بحيث ان هو يمسح الفلوريسنت سكرين. نمبر 3 في الترايل اكزام بتاع 2018 بيقول لي choose to answer A or B، قلنا احنا هنجاوب الاثنين، لكن في الامتحان الحقيقي ما بتجاوبش غير واحدة، ما تضيعش وقتك، بعد ما يبقى معاك وقت فكر تعمل اي زيادات عايز تعملها. write down the scientific concept or the scientific term، the total work done to transfer a quantity of a charge of 1 coulomb inside and outside the battery، electromotive force of the battery، the reciprocal of the material resistivity، ده الالكتريك كونتاكتيفيتي. 4 منشن 1 يوز فور فيلمينج ليفت هاند رول، عايزين رول لفيلمينج ليفت هاند رول. فيلمينج ليفت هاند رول هنقول it is used to determine the direction of the magnetic force، في كتير بيكتبها the motion، اقول له صح برضه. it is used to determine the direction of the magnetic force or the direction of the motion of the electric wire carrying current found on a magnetic field، ده استخدامها. give reason for the coil of the electric transformer are made up of metallic wire having low resistance as possible، ليه الكويلز اللي بنستخدمها في الترانسفورمر لازم تكون made of copper او مادة عندها low resistivity؟ دي حاجة مهمة جدا. ليه كده أعزائي الطلاب؟ decrease the losing in the energy in form of heat energy، عشان تقلل في فقد الطاقة على شكل إيه؟ heat energy، to decrease the losing of the energy in form of heat energy in the coil of the transformer to increase the efficiency of the transformer، لأن إحنا قلنا الترانسفورمر ليه أربع طرق، الأربع طرق دول ممكن أزود بيها الإفشنسي بتاعته. 1 أول حاجة إن أنا made the coils of the transformer from a material has a low resistivity. ليه؟ to decrease the losing of the heat energy in the ohmic resistance. 2 the iron core must be formed of thin isolated sheets. الأيرون كور يبقى مصنوع على شكل thin isolated sheets. to prevent the loss of the energy, electric energy in form of heat energy in the eddy current. 3 it is made of soft silconic iron. لازم الايرون كور يكون مصنوع من مادة اسمها soft silconic iron. ليه؟ لأن المادة soft silconic iron ده مادة عندها decrease the loss of the mechanical energy أو loss of the electric energy in form of mechanical energy، عشان بيبقى سهل يحصل فايبريشن للاتومز بتاعتها لما تتاثر بماجنتيك فيلد. اخر حاجه ان انا putting the two coils inside each other، ان انا احط الاثنين كويلز او putting the primary coil او place the primary coil inside the secondary coil عشان ما يحصلش اي losing للماجنتيك انرجي. سؤال رقم 6 سؤال مهم جدا وجميل جدا ومن مسائل المودرن فيزيكس، تعالوا نرسمه. هو رسم لي زي ما احنا شايفين كده، هو رسم لي ايه؟ رسم لي energy level في الهيدروجين اتوم. ورسمها لي كده. رسم لي حركة الالكترون على شكل standing waves.
الانرجي ليفل ده. تمام، وزي ما احنا شايفين ان الانرجي ليفل ده بيتكون من 8 بالسز، يعني بيتكون من 4 ويفز، يبقى احنا في انرجي ليفل نمبر 4. عايزني احسب الريديوس اوف ذيس انرجي ليفل. القانون ده كتير منكم اعزائي الطلاب بينساه. القانون بيقول لي 2 باي ار بيساوي ان في الويف لينث. فلو انت عايز تحسب الار هتقول لي ايه؟ ان في الويف لينث على 2 باي، وان هنا بكام؟ ب 4، يعني 4 ويف لينث على 2 باي، 4 ويف لينث على 2 باي. يبقى الفاينل انسر الار هتساوي كام بقى؟ الاجابه الاخيره هتساوي 2 في الويف لينث على باي، وهختار الاجابه دي. السؤال ده كان على شكل تشوز، يا ريت محدش ينسى القانون ده. ايه فايده القانون ده؟ احسب الريديوس اوف اني انرجي ليفل. القانون ده مهم جدا، عن طريقه بقدر احسب الريديوس اوف اني انرجي ليفل ان ذا هيدروجين اتوم. اعزائي الطلاب المساله دي مساله بسيطه لكنها مهمه. ده ساعات بيسالني اكتب القانون، مش ساعات يجيب مساله، لا ده ساعات بيقول لي write the law which is used to determine the radius of any energy level in the hydrogen atom، ويحدد لي بقى ال third ال fourth ال first ال second. فبالتالي القانون ده لازم اكون حافظه جدا لانه بيحب يسأل فيه. في قوانين كتيرة برضو بنهملها زي the phase difference اللي هو بيساوي 2 باي على الويف لينث في الباث difference، زي اللو اوف ماس اكشن ان ذا بيور سيليكون ان ذا بي تايب سيليكون كريستال ان ذا ان تايب سيليكون كريستال. فبالتالي في قوانين كتير يا ريت نراجع عليها ونهتم بيها. هو بيهتم بالقوانين الصغيره دي اللي احنا بنتعمد ما نبصش عليها. اعزائي الطلاب اتمنى ان انا اكون افدتكم النهارده. في محاضرتنا اللي جايه هنكمل باقي امتحان الترايل اكزام الخاص ب 2018، وباذن الله هنفضل معاكم وبنساندكم لغايه اخر يوم تدخلوا فيه الامتحانات. اقول لكم سعدت معكم وسعدت بيكم، شكرا لكم جدا اعزائي الطلاب، ونتقابل في المحاضرة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.